ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum Sulaiman, this is your last course. Inshallah, in this course you will memorize Surah Al-Infitar and Surah Al-Takwir. Now I'm going to recite the two surahs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha as-samaa'u fatarat wa idha al-kawaakibu intatharat wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-quburu bu'thirat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Also, inshallah, we will continue
reciting from Surah Qaf till Surah Al-Mursalat and also revising from Surah Al-Nas till Surah Al-Nazi'at. This is going to be your plan, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.